أتجه إلى غسان وأسأله، يعني هل واشنطن كانت على علم بالضربة قبل تنفيذها ومن أبلغها؟ واشنطن وبالتالي إسرائيل محمد كانت على علم بالضربة قبل حدوثها وفق مصدر تركي. الولايات المتحدة كانت على علم بالرد الإيراني قبل تنفيذه، والمخبر هو طهران نفسها. خبر فجره دبلوماسي تركي أكد أن إيران أبلغت أمريكا مسبقا بالضربة عبر تركيا. الأكثر من ذلك، أشار ذات المتحدث إلى أن إسرائيل نفسها كانت على دراية بتوقيت الضربة الإيرانية. في التفاصيل، يقول ذات المتحدث أن مكالمة هاتفية تمت بين طهران وواشنطن عبر أنقرة قبل الضربة الإيرانية، وفي المكالمة قال المتحدث إن إيران أبلغت أمريكا مسبقا بالضربة. وحسب المصدر التركي، فإن هذا ما يفسر الإجراءات التي تم اتخاذها قبيل الضربة من عدة دول أغلقت مجالها الجوي، بل أن إيران أكدت لواشنطن أن عمليتها هي مجرد رد فقط على هجوم القنصلية في دمشق ولن يتجاوز ذلك نطاقها. إذن محمد، هكذا أبلغت طهران واشنطن بالهجوم قبل تنفيذه، وبالتالي كل شيء كان معروف.